أبارك لكم ذكرى ولادة البضعة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها ونهج أبيها وبعلها وبنيها عليهم صلوات الله وسلامه. وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أبا الفضل يا فارس الليالي، تذل المنايا ولا تشتكي. أبا الفضل يا فارس الليالي، تذل المنايا ولا تشتكي. فأنت الحسام وأنت اللواء، وأنت الثبات وأنت الإباء. فأنت الحسام وأنت اللواء، وأنت الثبات وأنت الإباء. وقد كنت جيش الفداء للحسين، وقد كنت جيش الفداء للحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكرام. اللهم صل على محمد. السادة الحضور الكرام، أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن جدته فاطمة الزهراء عليها السلام لماذا سميت بالزهراء، قال عليه السلام: لأنها كانت إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كانت حياتها تزدحم بالفضائل والمكرمات والمكرمات، وتتراكم فيها الطاقات والقابليات ومقومات الرقي والتفوق. قال بذكرى ولادة الصديقة الطاهرة عليها السلام له وقع مميز في قلوب المؤمنين، إذ لبضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منزلة عظيمة ومرتبة عالية من مراتب البيت، من مراتب البيت الذي أذهب الله عنه عن أهله الرسة وطهرهم تطهيرا. وانطلاقا من المبادئ والقيم السامية التي تهدف الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة في انتهالها من مناهل سيرتها العطرة وسيرة أبيها وزوجها وأولادها الطاهرين،
ثم الحث على السير بنهجهم القويم. دابت الأمانة العامة على تكريم بناتنا الطالبات في كليتنا العزيزة، كلية الكفيل الجامعة، الملتزمات بارتداء العباءة العراقية تزامنا مع الاحتفال بذكرى الولادة الميمونة، تشجيعا لهن على الالتزام بمظاهر الحشمة التي تكون من أولويات النهج الفاطمي الشريف. نبارك لبناتنا هذه الذكرى العطرة، ونبارك لهن هذا التألق الممزوج ببركات المولى بالفضل العباس عليه السلام المعروف بغيرته، كقيمة إنسانية عليا تجسدت فيه بعد أن رفدته روافد العصمة الطاهرة. إن هذه الاحتفالية دلالة طيبة على أن ارتداء العباءة وتطبيق أصول الحشمة لا يعيق طلب العلم. نتمنى لبناتنا مزيد التقدم والرقي ونجاحا علميا وتربويا، ونتمنى لكليتنا الرفعة دائما في كل الأوساط الأكاديمية وتسديد الخطى نحو مزيد اهتمام بالجانب الأخلاقي والتربوي موازي الاهتمام بالجانب العلمي. والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. كنت امتداد حبيب الله مشيته مع الخلود بوجه مشرق النظر، كنت امتداد حبيب الله مشيته مع الخلود بوجه مشرق النظر، بها رحمة وندا عوضته عن زمان اليتم والكدر. كلمة كلية الكفيل الجامعة يلقيها السيد العميد الأستاذ الدكتور نورس محمد شهيد الدهان، فاستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحسنتم. جناب المهندس السيد محمد عبد الحسين الإشاقر الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام جعفر الإبراهيمي دامت توفيقاتكم، جناب السيد ليث الموسوي رئيس لجنة رسم السياسات التربوية في العتبة العباسية المقدسة دامت توفيقكم، جناب المهندس طلال البير المستشار العام في العتبة العباسية المقدسة المحترم، الأستاذ الفاضل الحاج جواد الحسناوي مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، السيد معين نصر الله رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة، الشيخ جواد النصراوي مدير معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، السادة أعضاء مجلس كلية الكفيل الجامعة المحترمون، الأساتذة الأفاضل، السادة السيدات منتسبو كلية الكفيل الجامعة المحترمون، أبنائي الطلبة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ولمراجعنا الكرام وعلمائنا الأعلام، وللأمة الإسلامية جمعاء، وإليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات راجين من المولى جل وعلا أن يعيد هذه الذكرى المباركة، ذكرى ميلادي سيدتي نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، وكل المناسبات العطرة، عليكم بخير وصحة وعافية. أيها الحضور الكريم، ولدت الزهراء عليها السلام يوم الجمعة 20 من جماد الآخرة بعد البعثة ب5 سنوات في بيت النبوة، وترعرعت في ظلال الوحي فحملت روح رسول الله وأخلاقه. إنها بنت خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله، وزوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي بسيفه ومواقفه تثبتت أركان الإسلام. وإليها يعود
نسل نستضيء بوجوده إلى يومنا هذا. من الأئمة الأطهار من ذرية الحسين عليهم السلام، أولهم علي بن الحسين، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إن الحديث عن فضائل فاطمة عليها السلام وعظيم منزلتها حديث طويل لا يمكن لأية كلمات أن تلم به وتعطيه حقه، ذلك أن فاطمة عليها السلام امرأة استثنائية مثل ما يعبر عنها أصحاب التراجم والسير، فهي روح النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث عن فاطمة عليها السلام هو حديث عن نور الله الذي أودعه إياها قبل أن يخلق آدم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. وما من أحد أقرب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله من فاطمة عليها السلام، التي قال عنها: رضا الله من رضا فاطمة وغضبه من غضبها. أيها السادة الحضور، لقد كانت الولادة الميمونة للزهراء سيدة نساء العالمين عليها السلام أمراً تحوطه العناية الربانية والمشيئة الإلهية، التي أرادت أن تكون هذه الحوراء الأنسية حلقة وصل بين النبوة لأعلام الهداية، آخرهم منقذ البشرية المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فإذا كان قوم النبي عمران عليه السلام ينتظرون تحقيق ما وعدهم به من ظهور المخلص والمنقذ من صلبه، يفاجؤون بولادة مريم عليها السلام ويمتحنهم الله سبحانه وتعالى حيث شاء أن يكون الموعود ابنها. هكذا هي السنن الإلهية، قد امتحنت قوم نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله بأن رزقه فاطمة صلوات الله عليها، ولم يبق له ولد ذكر من صلبه مباشرة في الحياة يعقبه، فما عرف بعضهم قيمة من وصفها القرآن الكريم بالكوثر، وما عرفوا أن المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون من أولادها صلوات الله عليهم أجمعين. وعلى الرغم من قصر عمرها الشريف والذي قضته عبادة وطلبا للعلم وتعليمه بمواقف شجاعة وإقدام في حماية العقيدة الحقة وصونها من الانحراف، فقد تركت الزهراء عليها السلام إرثا غنيا خصبا لبنات جنسها من خلال تعاملها الاجتماعي في بيتها كأم وكزوجة وكابنة، مما ولد عددا لا يستهان به من اللواتي تخرجن من هذه المدرسة الشامخة وسرن على دربها ونهلن من معينها ووقفن مواقف الشجاعة والإقدام التي وقفتها من دون ريبة بأحقية مواقفهن. وقد لا نغالي إذا قلنا إن هذا الإرث قد شمل الإنسانية جمعاء، فهي عليها السلام قدوة وسيدة للرجال والنساء، ومنبع للعلم والمعرفة، ومدرسة للخلق القويم. أيها السادة الحضور، في ذكرى ولادة فاطمة الزهراء عليها السلام دخل العالم مرحلة جديدة، وبولادتها وجدت امرأة بمواصفات خالدة ومنقطعة النظير. فالسلام عليك يا سيدتي ومولاتي، وأشهد أنك الكوثر الذي وهبه الله عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله، فقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فنعم المعطي ونعم العطاء. وأشهد أن الله قد فطمك من النار وجعلك سيدة نساء العالمين،
وأشهد أنك قد جاهدت المنحرفين والضالين ودعوت إلى الصراط المستقيم الذي جاء به أبوك صلى الله عليه وآله، فلعن الله أعدائك من الأولين والآخرين. وأشهد أن الله قد طهركم تطهيرا، فقال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وختاما وباسم كلية الكفيل الجامعة، أود أن أعبر عن شكري وتقديري إلى سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، وإلى أمانتها العامة لدعمهم اللامحدود لكلية الكفيل الجامعة. والشكر موصول إلى المشاركين والمحاضرين والحاضرين في هذا الحفل المبارك جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشاركنا حفلنا بباقة عطرة من نصائحه وتوجيهاته، يقدمها سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، دام توفيقه، فاستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، صلاة دائمة نامية زاكية يصعد أولها ولا ينفد آخرها. سادتي الحضور، أنا من دواعي سروري أن أشارك في هذا الحفل المبارك احتفاء بولادة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وتكريما لطالبات اللواتي التزمن بلبس العباءة كما هو معلن من عنوان الاحتفالية. وبالتأكيد من نافلة القول أن الحديث عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها سيكون شائك ومعقد، لأن فاطمة الزهراء أكبر من أن تختزلها الأفراد الألفاظ أو تحتويها المفردات. وهذا غير، أنا لا أرى نفسي أني مغالي عندما أقول لا تحتويها المفردات ولو اختزلت بكل لغات العالم، لأن فاطمة على معرفتها دارت القرون. أنا حقيقة أقف أمام علامات استفهام كثيرة من حياة فاطمة الزهراء. يا أحمد، لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. من تكريم الطالبات اللواتي يلتزمن بلبس العباءة، كأنما هناك من يقول أين أنت من هذا الكلام، والقرآن الإسلام يمتهن المرأة، يحبسها بشيس أسود، قد يمنعها من شيء. ما عندنا في يوم من الأيام في القرآن من حرم على المرأة أن تلج مضمار الحياة بالطب الهندسة. لا تتحول المرأة إلى عملة رخيصة تباع وتشرى في سوق الغرائز. ما منعها الإسلام أن تمارس دورها بشرط أن لا تثير الريبة، يعني بتعبير آخر أن تحتفظ بالفطرة السليمة، لأنها منشأ الأجيال، ومتى ما تلوث المنشأ تلوث الإنتاج، وهذا ما أراده الإسلام. وإلا فاطمة الزهراء دخلت، لكن يقول التاريخ لا تتخمارها على رأسها. طيب هسه نسأل سؤال، فاطمة الزهراء خرجت محجبة، وفاطمة كانت غاية بالعفة بحيث تحجبت من ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليظهر كرامتها، يظهر قيمتها للناس. وإلا النبي يسأل سؤال أحيانا هو يعرف نتائجه، لكن يريد أن يظهر مقام فاطمة للناس. قال بني فاطمة إنه أعمى، قالت أبا إن لم يرني فأنا أرى. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أوصت عليا بعد الممات. خب بعد الممات الحياة عمل بلا حساب، والآخرة الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. ففاطمة الزهراء ما عليها وزر بعد الموت، لكن تريد أن تعطي للمرأة النموذج الكامل الذي أراده الله تبارك وتعالى للفطرة السليمة. قالت لي: يا أمير المؤمنين، أنا أريد عند الموت، يعني يزعجني أن يكون جسدي على نعش، والنعش كما تعلمون نعش شلون السدية مع المستشفى هالشكل، مو تابوت مثلها. أنا أريد تسوي لي فريد إجراء جريد النخل أقواس، وتنشر علي قطعة من القماش كي يحمي جسدي، لا يظهر للمشيعين بعد الموت.
طيب هذه المرأة المحجبة سخي نقول أكو علاقة بين الحجاب والجهل وبين الابتذال والعلم والمعرفة؟ خلينا نشوف. يعني فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحجبت من أعمى، وفاطمة الزهراء اشتملت بجلبابها، فاطمة الزهراء لاتت خمارها ووضعت لها دونها ملاءة، لكنها عندما خطبت مو دخلت على أبي بكر وخطبت، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، أدل خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي بعد أن مني ببهم الرجال ومردة أهل الكتاب، إلى أن وصلت حتى إذا فغرت فاغرة من المشركين أو نجم قرن للشيطان قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطع الطين. سافرات العالم كله يقدرون يجيبون مقطع من هذه المقاطع؟ مو أخاف واحد يقول أن الثقافة والسفور أكو علاقة، وأكو علاقة بين الجهل والحجاب. يا سيدي فاطمة الزهراء مع هذا الحجاب إلى الآن تقف الدنيا مبهورة وترفع القبعة بكل أدبياتهم وبكل مفرداتهم، لم يستطيعوا أن يشرحوا لنا خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بكل تفاصيلها. فاطمة لما وقفت استخدمت لغة الاقتباس من القرآن الكريم بأروع صوره، يا ابن أبي قحافة أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم، حيث يقول وورث سليمان داود، ويقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني. شوف الآية وين تخليها، شلون مثل ريشة فنان، شلون اللوحة فنان تجيب الآية الكريمة وتكبسها داخل الخطبة الشريفة، وعمرها 17 سنة في عمر الورد. طيني ثقافة بهالشكل من هؤلاء المتبرجات يهتمن بالتبرج والأزياء الوافدة وغير. إذن الإسلام احترم المرأة وأعطى للمرأة استحقاقاتها وأعطى للمرأة حريتها، لكن يجب أن تكون هذه الحرية لا تصل بها إلى أن تتحول إلى عمرة رخيصة تباع وتشرى في سوق الغرائز. وبالتأكيد أنه أنا وياك يعني باختصار، يعني أنا في يوم من الأيام كان عندي نقاش ونزل، يمكن أن ذكرته على منبر، ونزل مقطع بيوتيوب شيء أقول البنات إذن اللي يقبالي الله يخليني ويحميني إن شاء الله، عندي بنية كانت بالسادس علمي قالت لي بابا أنا شلون يعني قلبي يلعب، يعني تتخليني أطب جامعة؟ تبابي ليش ما خليش يعني تتوقعين يعني أن كل واحدة بالجامعة مو تمام، كل واحدة ربت بيت، ما لا قد يحصل العكس، يعني مو شايفين نماذج كثيرة، ليش ما ترحين؟ بس أنا عندي شرطين عليك. شرط واحد من عندهن مو امتهان للأقسام الأخرى، لكن ردت أخلي طموحها شوي شلون يصير تفكيرها شوي بعيد، قلت لها أريد منك المجموعة الطبية، والنقطة الثانية هي موضوع البحث، قلت لها النقطة الثانية مو تقولين أبو ديمقراطي وحرية المرأة ويسولف على المرأة وحب وغرام وتجيني يومين ثلاثة ويا والله فلان وما أدري إيش، نجحين كملين بعدين. حقيقة يعني أردت أولاً أربيها ليش؟ ليش؟ هسه سألني ليش؟ أنا في بيتي ثلاثة بنات جامعيات متزوجات، واحدة من المصطفى زميلكم وياكم، مو زوجته جامعية وياه، لكن أنا وين ألقي هذا النظيف اللي فعلاً يستهدف أن يتزوج؟ مو أخاف يستخدمها كلينز من يصير عنده رشح بالشتاء وتالي ذباب هذه وأمه محضرة زوجته. بناتي إيش كل حد شي، خلينا نتفاهم، أنا أبوكم يعني. الإسلام ترى من يريد القداسة، يريد الاحترام، يريد التقدير، يشوفها حرمة. ليه يسموها حرمة؟ المسجد حرمة، أنا أسموه حرمة، مو حرمة أني، لكن المرأة شو يسموها؟ حرمة مو امتهان، مو امتهان، وإنما الحرمة قداسة يعني. كتاب الله حرمة، المسجد حرمة، المرأة حرمة، يفترض أن يخلي عليها هالة من الاحترام والتقديس. هذا ما أراده الإسلام. أتمنى لكم النجاح بحياتكم، أتمنى لكم الثبات على نهج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأسف جدا للإطالة، وشكرا جزيلا لصبركم على تطفلي، شكرا أساتذتي، جزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي على كلماته النيرة هذه. تجيئين يخضر الرماد قصير، شاعر على سفر بين المحطات هائم، تغرب قبل السير فاختار نفيه، فما سار لكن غادرته العواصم. أيها الأحبة، نبقى مع مشاركة شعرية للطالب
عباس مازن عباس من قسم طب الأسنان، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إن فاطمة هي ليلة القدر، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطمت عن معرفتها ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقل بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وانطلاقا من هذا الحديث أقول قصيدتي: الحسن أنت قمر، قمر تنير غياهب الأحلاك، شمس الهدى محجوبة الإدراك، خلق الإله الناس طينا لازبا لكنه من نوره سواك. القدر أنت، القدر أنت وفيك أنزل سره، هيهات نعلم كنه ما أهداك. والحسن أنت، وأنت كل سجية محمودة، والخير فيض نداك. الشمس إذ ما قورنت بك كالدجى، كل الوجود غياهب لولاك. بل لا وجود لذا الوجود ولا حياة، فكل شيء قائم لضياك. يا عين أحمد، يا عين أحمد من تكون بروحه، أرواح كل الكون في يمناك. هو فاطر واشتقه لك فاطما من اسمه، سبحان من سماك. فاء فطمنا كلنا عن فهمها، في الحشر قد فطم الذي والاك. والألف قيمة على دين الخلائق كلها، ليس الهدى بسواك. والطاء طهر بل تطهر من تشى، فالله أي كرامة أصفاك. والميم في درك الجحيم مقره، ومعذب في النار من عاداك. ولأن بابك، ولأن بابك كان بابا للسماء، إبليس حاول من دخول سماك. وليأسه قال اللعين بحلقها: كيما الأنام تعيش في إرباك. بالله أقسم لو كشفت لشعرة في يومها لمح الوجود سناك. لكن نظرت إلى الوجود برحمة، من دونها لتهدمت دنياك. من قد يساوي فاطما مع غيرها، نكر الإله ودان بالإشراك. إذ ما غضبت جهنم موقودة، أما الجنان فإنها برضاك. وشكرا. الطالبات المكرمات الآن هن من طالبات المرحلة الأولى، وسيتم